السلام عليكم. هنعمل ريفيجن خفيفة كده على بعض الموضوعات اللي احنا خدناها في البيولوجي. تعال نبص كده على أول سؤال. Choose the correct answer. Which graph represents the relation between amount of urine and sweat on drinking standard amount of water؟ طبعا كل ما اليورين بيزيد السويت بيقل والعرق بيقل، والعكس لو ان السويت زاد اليورين بيقل، يبقى علاقة بينهم inverse relation. أنهي واحدة inverse relation؟ أول واحدة تبقى direct، تاني واحدة هي inverse relation، يبقى الإجابة هي B. طيب if renal failure happened, a renal artery contain amount of urea عن a renal vein. طبعا هنا في renal failure، فشل كلوي. يبقى معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إن renal artery في كمية مساوية للرينال فين، يبقى equal to. ليه؟ لأن الدم ما حصلوش filtration، يبقى معنى كده ان هي equal to. السؤال اللي بعدين نمبر 3، مين اللي بيعمل transfer urea to the kidney؟ مين اللي بينقل اليوريا للكدني؟ طبعا اللي بينقل اليوريا للكدني هو الرينال ارتري. الرينال ارتري هو اللي بيشيل الويست للكدني، والرينال فين هو اللي بيشيل البيور بلاد، يبقى الرينال ارتري. Factor affecting amount of urine، ايه هي الفاكتورز اللي بتأثر على اليورين؟ هل هي التمبريتشر ولا الاكتيفيتي ولا التايب اوف بلاد ايتن ولا all the answers are correct؟ طبعا الفاكتور بتاثر على كميه البول، الحراره طبعا لان كل ما الجو برد كميه اليورين بتزيد. الاكتيفيتي كل ما في اكتيفيتي كتيره يبقى في سويت، يبقى اليورين بيقل. تايب اوف فود ايتن، كميه الاكل لو انا مثلا، او نوع الاكل لو انا باكل اكل في مثلا ووتر ميلون مثلا في كميه ميه كتيره، يبقى بيأثر على كميه اليورين. يبقى all answers are correct، يبقى الاجابه دي. The amount of blood passes through kidney every second equal، كميه البلد اللي بتعدي في الكليه في each kidney every second equal. تمام، هو هنا احنا عندنا ان هي في كام؟ ان انا عندي في من 1.2 ل 1.3 لتر من الدم بيعدوا في الكليه، بس كل ده كل قد ايه؟ كل 1 مينت. ده في الكليه الواحده. تمام، يبقى الكليه الواحده 1.2 ل 1.3 اللي في الدقيقه ده في ايه؟ في ال 1 مينت. تمام، طيب يبقى معنى كده في الكليتين، في الكليتين يبقى كام؟ في الكليتين تقريبا يبقى من 2.4 ل 2.6. تمام، يعني تقريبا 2.5، يعني تقريبا بيعدي 2.5 لتر، 2.5 لتر من الدم بيعدي على الكليتين في الدقيقه، بس هو عاوز في السكند، عاوز كل ثانيه. يبقى كل ثانيه تقريبا بيعدي قد ايه؟ لو احنا عملنا 2.5 ديفايدد 60 تطلع تقريبا قد ايه؟ تطلع حوالي 0.0041. تمام، طيب يعني كم ملي تقريبا؟ يبقى تقريبا حوالي 40 ملي. يبقى كميه اليورين اللي بتعدي حوالي 40 ملي، ده في الثانيه الواحده. يبقى كميه البول اللي بتعدي على التو كدني حوالي 40 ملي في الثانيه الواحده. تمام، طيب نمبر 6 بيقول لك جلوكوز considered as waste product as it come from burning of food. الجلوكوز ده بيعتبر ويست برودكت عشان بيجي من حرق الاكل، ما هو الجلوكوز بيجي نتيجه حرق الاكل. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا احنا عارفين ان الجلوكوز ده مش ويست برودكت، يبقى الاجابه فولس. يبقى الاجابه فولس، يبقى انا عندي حاجتين، يا اما دي يا اما دي. فولس بيكوز ات نوت اول كاتابوليك بروسيس بريديوسز هارمفول سبستنس، ولا فولس اونلي ان دايابيتيك بيرسون؟ طبعا الاجابه سي، لان مش كل عمليه الكاتابوليزم بيطلع هارمفول سبستنس، يبقى الاجابه سي. السؤال اللي بعديه نمبر 7، skin dermis contain all the following except. طبعا انتوا عارفين ان السكين بيتكون من طبقتين، طبقه الابيدرمس والدرمس. طبقه الدرمس فيها نيرف اندنج، فيها جلاند، فيها مصل، فيها كيراتين. طبعا الكيراتين غلط، لان الكيراتين ده موجود في الهورن لاير اللي هو السوبرفيشال سيل اللي هي الطبقه الفوقانيه خالص. بلانت كان اكسكريت ووتر ثرو، النبات ممكن يخرج الميه عن طريق الليفز ولا روت ولا الودي ستيم ولا all answers are correct. A plant can excrete water عن طريق مين؟ طبعا all answers are correct، يعني ممكن اي حاجه من دول يطلع منهم الميه. الليفز والودي بلانت والروت، all answers are correct. Deamination means that ايه؟ الديامينيشن لو تفتكر هو كان عباره عن ريموف امينو جروب فروم امينو اسيد عشان يحولها ليوريا. فانا بقول لك يعني ايه ديامينيشن؟ ريموف اوف يوريا فروم بلاد، ولا فورميشن اوف يوريا، ولا ريموفال اوف امينو اسيد، ولا كومبينيشن بتوين امينو جروب اند امينو اسيد. طبعا هو فورميشن اوف يوريا، لان بيحصل دي امينيشن، يعني ريموف امينو جروب فالامينو اسيد فبتحول ليوريا، فهي فورميشن اوف يوريا.
سؤال نمبر 10. Nitrogen waste in plant accumulate in leaves then fall down. النيتروجين ويست بيتجمع في الورقه بعد كده الورقه تتساقط. هل الكلام ده ترو ولا فولس؟ طبعا الكلام ده فولس لان الكالسيوم هو اللي بيتجمع في الورقه بتقع، يبقى بي غلط. طب نشوف الاختيارات. فولس بيكوز ات دازنت هارم بلانت. اول واحده ممكن تمشي ماشي، بس نكمل بقيه الاختيارات لان ممكن واحده تطلع اصح منها. تاني واحده قلنا غلط. سي فولس بيكوز بلانت يوز ات تو ميك امينو اسيد، عشان النبات بيستخدمه تو ميك امينو اسيد. دي اصح من الاولانيه. ليه؟ لان احنا قلنا النيتروجين ويست يوز تو ميك بروتين، يبقى معنى كده الاجابه نمبر سي هي الاصح. طيب فولس بيكوز بلانت اكسكريت ايت ثرو ستوماتا، لان النبات بيخرجها عن طريق ستوماتا. غلط، يبقى الاجابه نمبر سي. بلانت جيت ريد اوف سولت ثرو، النبات بتخلص الاملاح عن طريق الترانسبيريشن ولا الجيوتيشن ولا الاستوماتا ولا ثرو روتس. طبعا النبات بيتخلص من السولت عن طريق ايه؟ طبعا النبات بيتخلص من السولت عن طريق الجيوتيشن، لان الجيوتيشن بتخرج ميه وسولت، لكن الترانسبيريشن الووتر بتتحول لووتر فيبر، ما بتخرجش سولت. الاستوماتا ما بتخرجش السولت. تمام؟ طيب الثرو روتس، الروتس ما بتخرجش السولت، فمعنى كده ان هي عن طريق الجيوتيشن. بلانت كان لوز مور ووتر ديورينج السمر ولا السبرينج ولا الوينتر ولا الاوتم. النبات بيفقد ميه اكتر فين؟ طبعا النبات بيفقد الميه اكتر في السبرينج. ليه؟ لان في الاثنين عندنا، في عندنا بيحصل الترانسبيريشن وبرده بيحصل الجيوتيشن، فالاثنين دول بيخرجوا كميه ميه اكتر، فمعنى كده ان الترانسبيريشن والجيوتيشن هم دول اللي بيخرجوا اكبر ميه، يبقى معنى كده في السبرينج هو اكتر كميه من الميه بتخرج. طيب نمبر 13 بريكس داون اوف بروتين اند رون ري ابزورب امينو اسيد. مين اللي بيكسر البروتين؟ ما فيهاش خلاف، اللي بيكسر البروتين هو الليفر، يبقى اي حد من الاثنين دول، يا نمبر 1 يا نمبر 2. طيب مين اللي بيعمل ري ابزورب الامينو اسيد؟ هل هي البومنز كبسول ولا الكويل تيوب؟ طيب انا اللي بيعمل ري ابزورب الامينو اسيد هل هي في البومنز كبسول؟ اه طبعا في البومنز كبسول، لان بيحصل عمليه بيخش على طول في البومنز كبسول يحصل عمليه الري ابزوربشن. لكن الكويل تيوب دي بيحصل فيها عمليه الري ابزوربشن بتاعه الميه، بيحصل بيها عمليه الري ابزوربشن بتاعه الميه، يبقى ري ابزورب الامينو اسيد بيحصل في الليفر والبومنز كبسول. سؤال نمبر 14. السؤال نمبر 14. It is not responsible for filtration and the excretion process. مين اللي مش مسؤول عن الفلتريشن والاكسكريشن بروسيس؟ الالفيولاي طبعا بتعمل اكسكريشن، بتطلع الكربون دايكسيد. تمام؟ طيب السويت جلاند بتعمل اكستراكت اكسس سولت والووتر، برضه بتعمل اكسكريشن. البومنز كابسول طبعا بتعدي الويست، فهي مسؤوله عن الاكسكريشن وبتعمل فلتريشن. طيب اليورينري بلادر، اليورينري بلادر ريسبونسر دي ما بتعملش ولا فلتريشن ولا اكسكريشن بروسيس. تمام؟ يبقى معنى كده مين اللي مش مسؤول عن الفلتريشن ولا الاكسكريشن بروسيس؟ هو اليورينري بلادر. تمام؟ السؤال اللي بعديه. يورين كونتين اول ذا فولوينج اكسبت ووتر بروتين ماغنيسيوم نيتروجين ويست. طبعا الاجابه هتبقى بروتين، لان البروتين ما بيخشش اصلا جوه النفرون، يبقى الاجابه هي بروتين. المره الجايه ان شاء الله هنكمل بقيه الاسئله دي. السلام عليكم.